السلام عليكم. في يوم من الايام في وقت من الاوقات في فترة من الفترات في سنة من السنين ودعنا شهر رمضان لعام 2021 واللي اتعرضت فيه العديد من المسلسلات من اليوم الاول لليوم الثلاثين، فمنها اللي كان كوميدي ومنها اللي كان حزين، وعملنا فيديوهات على المسلسلات والاعلانات متصورة في استوديوهات، بس احنا بنصور في البيت المرة دي عشان الاستوديو اجازة في العيد وكده. ومن اخر يوم في رمضان لتاني يوم في العيد شفت الحلقة الاخيرة من مسلسلات كتيرة، فقلنا نعمل الفيديو الاخير بقى عن مسلسلات رمضان قبل ما نبتدي نرجع للملخص الافلام تاني. وكالعاده دايما بنبتدي كلامنا عن الفنان محمد رمضان الابن البكر للشهر الكريم والشهيد الاول من ال 8451 واحد اللي ماتوا في الحلقه الاخيره من مسلسلات رمضان. بص يا محمد يا اخويا، احنا اخوات في وطن واحد يعني، فنصيحه من اخ لاخوه، ما تشتغلش مع سمية الخشاب تاني. والشهر مش حلو عليك يا اخويا، لا على موسى في المسلسل كحلاوتهم ولا عليك بره المسلسل كاستاذه سمية، الكيمياء بينكم مش متظبطه. انا صعبان عليا المسلسل اللي ما ضربش، وبعدين هي فيلم الحامد موسى دي واحد اخوه اتقتل وهو نفسه هرب غرب واتجوز الاستاذه سمية الخشاب، وبعد كده الباشا جوز اخته مات وقامت مراته ماتت، وفي الاخر مات هو وباقي الاسره الكريمه، يبقى فين الملحمه؟ ولا كمنه يعني خلف اربعه توأم من حلاوتهم فبقت هي دي الملحمه. احمد العوضي ومحمد الامام السنه دي الصراحه كانوا منك الضرب كله، وانا مقدر اجتهادات الاستاذ محمد رمضان المستميته في احياء المسلسل، يعني رجعت تضرب وتشاف؟ لا، عملت ترند اسماعيل ياسين واتريقت على طريقته وتشاف؟ لا، باعتبار يعني انك كان قصدك انه شبيهه فعلا. اخوك اتقتل في الاول وتشاف؟ لا. طب حنفيه اللي هي ام موسى ماتت وتشاف؟ لا. رجعت تعيط بعين واحده وتشاف؟ لا. عملت نهايه خياليه وموتت كل الابطال يمكن الناس تطلع المسلسل ترند وتشاف؟ برضو لا. فاتمنى من كل المشاهدين انهم يدعوا رمضان، فدعوه رمضان مستجابه. هو انا هنا بتكلم عن الشهر الكريم، استاذ محمد رمضان يحل مشاكله هو بقى ويقضيها اغاني وخلاص. في مسلسل لحم غزال بقى عجبني قصة الحب العظيمة ما بين مي سليم ومحمد شهيد، بس دي قصة حب تنفع في الساحل مش في حارة شعبية. وعجبني برضه قصة حب أستاذة غادة مع أستاذ شريف سلامة اللي بتطلع بتسلمه في الآخر. أوسكار أحسن مشهد عياط. وعجبني اكتر بقى اصرار الاستاذه غاده على انها تبان انها اصغر في السن، لدرجه انهم تقريبا كانوا بيصوروا المسلسل من ورا لقدام عشان يبان انها بتصغر. هي مش دي نجوى فؤاد؟ لا، دي شفايفها بس. وزي كل مره لازم كلنا نحيي الاستاذه، لا كفايه عليها لحد كده الصراحه. بالنسبه بقى للحلقه الاخيره من مسلسل فارس بلا جواز واحسن اب وبنت السلطان، ففي حاجه مهمه جدا ان انت اصلا لازم تتفرج على الحلقه الاولى عشان توصل للاخيره. اه والله دول مسلسلات معانا في رمضان السنه دي. نروح بقى للمسلسل اللي واخد جايزه احسن مسلسل، وهو مسلسل وكل ما نتفلت احنا يعني. انا دخلت اتفرج على الحلقه الاخيره فلقيت احمد فهمي بيمثل وما قدرتش استحمل الصراحه، فعملت سكيب. فلقيت ريهام حجاج كمان بتمثل فعملت سكيب. فلقيت احمد فهمي تاني فعملت سكيب. فلقيت شرنوبي مربي دقن فعملت سكيب. فلقيت شرنوبي تاني فعملت سكيب. فلقيت سيد رجب فقلت يا فرج الله، فقامت دخلت عليه ريهام حجاج فعملت سكيب. فلقيت استاذه ريهام بتعيط، فجيت في دماغي انها بتعيط على فشل المسلسل، بس وانا بقلب على الفيسبوك لقيتهم بيحتفلوا بنجاح المسلسل. لا هو الصراحه محدش اتكلم عنه على الفيسبوك اصلا، انا اللي اضطريت اتفرج على الحلقه الاخيره كلها لوحدي. بس الصراحه يا جماعه، عارفين احسن حاجه في المسلسل ده ايه؟ انه بيخلص، والموسيقى التصويريه بتاعته حلوه جدا للاسف يعني. نروح بقى لمسلسل جون ويك الجزء الرابع الشهير باللي ملوش كبير، واللي الحلقه الاخيره فيه شهدت عوده الارهابي هشام عشماوي تاني للشاشه. هو عاجبني قوي الكونسيبت بتاع خلينا نبتدي حياتنا من اول وجديد ونعيش على نضيف، وامراح قتل الرجال ده الشرطه. وعاجبني اكتر انه في عز ما هو بيموت واخد له طلقتين مهرشله تحت البلوفر قادر لسه يبص لياسمين ويقول لها انا مش هسلم نفسي يا غزل، انا ما سلمتش غير ليك. نداء الى الاهالي والاقارب والجماهير والمشاهدين وكل الناس اللي بتتفرج على المسلسل او ما بتتفرجش بس خارجين علم نفس او فلسفه او اي حد فاهم هو بيقول ايه، يبلغني بعد اذنكم. اي كلام بيتقال والله، اي كلام. اللي هو الام لو بتقول لابنها ما تقوم تذاكر وتحفظ لك كلمتين يا ابني يا حبيبي، انا مش هينفع احفظ حاجه يا امي، انا ما حافظتش غير على عهدي. طب قوم كلك الامتين يا حبيبي، انا مش هينفع اكل يا امي، انا ما اكلتش الا على طبلية ابويا. فانا بتساءل يعني هما لو ما كانوش لقوا كلمه على وزن يسلم كان سمع كلامها وسلم نفسه عادي؟ والحق يتقال يا جماعه ان تمثيل ياسمين عبد العزيز في المشهد لما الخديوي قال لها انه قتل مينا كان من احسن مشاهد الصدمه في رمضان السنه دي الصراحه. قومي يا حبيبتي والنبي سلمي نفسك للشرطه عشان تحافظي على حياتك، انا مش هينفع اسلم نفسي عشان انا ما بسلمش على اولادي. مسلسل خلي بالك من زيزي من المسلسلات الناجحه السنه دي بقوه، انا حبيته جدا الصراحه، وشايف انك لما تعمل عمل درامي توصل فيه رساله ويكون عمل ممتع في نفس الوقت فده انجاز. انجاز مخلينا نستحمل تلزيق شفايف استاذ علي القاسم طول المسلسل. زيزي انا كفايه مش هتبقى انت واستاذه جميله عوض علينا اللي المونتير نسي يعلي كليبات صوتها في مونتاج المسلسل. بابا مش بيضحك، بس الصراحه يا جماعه هي كمان عامله دورها حلو، ورنا رئيس برضو عامله ادوارها حلو في نجيب زي زركش بالذات وفي ظل الراجل. واخيرا حاجه طلعنا من النكد ده انها اتجوزت سعيد اللي هو عصام السقا، اللي عاجبني اداؤه في المسلسل ده بالذات الصراحه، خصوصا انه قدر يشيلنا الهم زي
الشخصية اللي هو عاملها. اضحك بقى، ابوس ايدك. وعواطف يا جماعة اللي هي ليلى حسين هو حسبي الله ونعم الوكيل فيها، لكنها من الوجوه اللي اثبتت نفسها السنة دي. وبالنسبة لمسلسل جمهورية زينة، فانا رحت الحلقة الاخيرة لقيت ان زينة وصابرين اتصالحوا واحمد السعداني اختفى من المسلسل. مش عارف بقى هو اختفى من المشاكل ولا عشان محدش مهتم اصلا. ماشي، نروح بقى لمسلسل كوفيد 25 ونرد بقى على الادعاءات اللي بتقول ان استاذ يوسف الشريف ما بيعرفش يمثل، او بالادق ملامح وشه مش حاده في التمثيل. يا جماعه مين قال انه ما بيعرفش يمثل؟ ما ابتسامته ماليه نص وشه اهو، شايف رامي بيموت قدامه، والحزن اهو مالي قلبه على الفراق. انا مش همثل يا جمهور، انا ما ممثلش غير بجثث الزومبي بتوع المسلسل. هو استاذ يوسف الشريف بيحارب افواج الزومبي بالشامبو، ده بيحارب افواج الامل مش افواج الزومبي. هو ده دليل على حقيقه الحكمه الشهيره اللي بتقول ان ما حدش في الدنيا دي يستاهل انك تحطه على راسك غير الشامبو. وبالنسبه للناس اللي بتقول ان المسلسل قصته مسروقه، مي بيفور يو قصته متاخده من فيلم هندي، وفيلم زنزانه رقم 7 معمول منه نسختين، واحده تركي وواحده كوري. هو مسلسل نسل الاغراب متاخد من كرتون توم اند جيري عادي يعني. الحلقه الاخيره من مسلسل نسل الاغراب دي حلقه لازم تتدرس. في اول الحلقه امير قرر يقتل احمد مالك وهو ماسك بيده وشعره وجلابيته، فانا مش فاهم انهي موته دي. هو احمد مالك هش كده قوي يعني؟ وتناثرت اقاويل السوشيال ميديا، ففي اللي قالوا انه مات من راحه الجلابيه الاستاذ امير قرر ما غيرهاش من اول المسلسل، وفي اللي قالوا مات من الهيبه. ولكن غالبا كده يا جماعه هو ما قدرش يستحمل استاذ تامر حسني وهو بيغني صعيدي فمات من كتر الصداع، وبعد كده ودوا جثته لابوه. احمد السقا يا جماعه هو اول فنان في تاريخ الدراما المصريه اللي يروح يستلم جثه ابنه وهو لابس فانيلا وكلزون. وبكده حمزه وسليم اتخانقوا على فاطمه فاتقتلوا، وغفران وعساف اتخانقوا على جليله فاتعدموا، والجمهور اتفرج على المسلسل اللي من اخراج محمد سامي فمات من الضحك. وده درس يعلمنا ان احنا ما نقربش تجاه اي حد من عيله الغريب. كبير العيله بتاع المسلسل يعني مشيها. استاذه مي عمر ينطبق عليها في رمضان كل الالقاب، وقول تمثيل في حته ثانيه، تفوقت على نفسها لدرجه ان بقيت اخاف اقف قدام مشاهدها كده واحاول اقلد ادائها العظيم. يا ريتني كنت سمعت كلامه ورحت، كنت حميته واقشت عنه، يا مت معاه ورحت العيال. اديني واقفه قدام ثلاجه واقفين. يا لهوي تيبيكال. اتأثرتوا؟ ومش جليله بس يا جماعه لوحدها هي اللي هتموتنا من الضحك. مش فارقه، بس يا رب يطول في عمري هبابه، امل عيني من اللي اذوا ابويا واخويا. وبعدها دغور الدنيا باللي فيها، ما عاوزهاش الرخيصه. ولا بيجي تلزمني ولا ليها عوزه عندي. ده شكل عينيها بعد ما عيطت 10 ساعات على اولادها واخوها. خلقنا ليكن جميلات. وطبعا يا جماعه انا لا كنت هنام ولا تغمض لي عين من غير ما اشوف الماستر سين بتاع المسلسل، وهو مشهد نحيب وصويت ولطم الاستاذه سلوى عثمان اللي بقى يعتبر ركن اساسي من اساسيات نجاح اي عمل للمخرج محمد سامي. رجعت مطرحها. ولو انتوا فاكرين ان ده مشهد لطم وحزن فلا، ده اعلان لعيادات الاسنان اللي عامله سبونسر للمسلسل. حتى مدام فردوس عبد الحميد عامله هوليود سمايل. يا دين النبي يا جدعان، انا ملك زاهر معاك وهنا جديده بتعلم التمثيل، وعلى فكره هي عامله دورها حلو. قول لعساف بيه جليله الغريب راجعاله، وما هتسيبش طرحها ولا طرح عيالها. جرايها ستات، كل دي عبايات. اياك تفتكر اني خايف منك ولا انك تقتلني، بالعكس انا ولا فارق لي يا عساف. لا ده ادوارد عادي، عشان من كتر ما خفت جويت، من كتر ما جلكت قلبي نحس، اصل اكتر حاجه تجوي ان الواحد في الحر يهوي. هو طبعا كلنا مستغربين هو ازاي ادوارد خلى عساف يقتله كده وما قاومش. هو اصلا من ساعه ما اتولد وعرف انهم سموه حسيب وهو مستني اللحظه دي. وفي نهايه الحلقه عندنا بقى المشهد اللي هيفضل كتراث لينا ولاولادنا لما هيسالونا هم لغوا التمثيل في مصر ليه يا بابا، وهو مشهد خطبه الاستاذه جليله الغريب محركه ثوره نسل الاغراب. دي مش منظر رسم متحمسه تطهر البلد، ده منظر رسم مستنيه الاوردر يخلص وتاخد البريك بتاعها عشان تروح. يا ناس يا اهل البلد، هقول لكم كلمتين عشان مش لاقي حد اتحمى فيه ولا احكي له. عارفه انكم بتشوفوني من الجانب الظالم. هم لحقوا يجيبوا العصيان دي كلها ويولعوها امتى؟ واهم حاجه في مشهد الاعدام انه اكد لنا ان السواد اللي في عينين الاستاذ امير قراره ده كحل مش حقيقي. وكان نفسي اتفرج على باقي المسلسلات واجي احكيها لكم، ولكن انا مش هتفرج، انا ما اتفرجتش غير على خيبتي. سلام.